وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. أهلا بك معنا في نشرة الثامنة. وبداية، هل لك أن تحدثنا عن دور الزيارات البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب البحريني والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات الشقيقة في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة. وقبل أن أتحدث عن العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحن نتحدث عن علاقة راسخة منذ الأزل، من أيام المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. العلاقات متينة، التشاور والتنسيق مستمر منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة. ولعل الزيارة التي قام بها معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات حقيقة تم من خلالها التأكيد على أهمية التنسيق، على أهمية التشاور لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولعل المتتبع للشأن السياسي قد لمس قبل حوالي 3 أسابيع تلك القمة الكبيرة التي دعا لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضمت حقيقة عددا من دول الجوار بالإضافة للرئيس المصري ورئيس المملكة الأردنية الهاشمية. حقيقة هذه الزيارة كان لها الأثر الكبير والإيجابي في تنسيق جميع الرؤى والاستراتيجيات للمستقبل. وكما نعلم حقيقة المنطقة تمر بظروف، تمر بأحداث، تمر بمبادرات، تمر بفعاليات، وكان لهذه الزيارة الأهمية القصوى والكبيرة لما شهدته من تنسيق وتعاون حقيقة بين وفد مملكة البحرين وبين رئيس وأعضاء المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي سعادة السيد عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، شكرا جزيلا لك.